أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربية. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي على حضرتك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04-30-3591. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وإن شاء الله هيتم عرض العربية على القناة وربنا ييسر لكم الحال إن شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا أولا وأخيرا، ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية سوزوكي فان موديل العربية 2016 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نسيب حضراتكم دلوقتي مع بعض الصور الخاصة بالعربية، وبعدين هقول لحضراتكم على مواصفات العربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. رجعت لحضراتكم من جديد علشان اقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصة بعربية سوزوكي فان موديل العربية 2016. العربية فيها رخصة لمدة سنة ونص، العربية مرور النزهة القاهرة، العربية فيها تمجيد سقف وكراسي وأرضية، العربية فيها عدد 2 كاوتش زيرو والباقي حالته 50%، العربية حالتها كويسة جدا بدون أي مشاكل لا في الموتور ولا آلة الجر ولا في الشاسيه. هقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية سوزوكي فان موديل العربية 2016، سعرها 90,000 جنيه. سعر العربية 90,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-196-03-838. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-196-03-838. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في مواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.